برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة مكملين بقى سهرتنا مع نجم النادي الأهلي كابتن أحمد عادل اللي منورنا، وعندنا كلام كتير قوي وسهرة النهاردة يا كابتن. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وحضرتك أستاذ أحمد طيب، والأمة الإسلامية كلها بخير، والشعب المصري كده في أحسن حال، ورمضان كريم عليكم كلكم. وعليك يا رب. وعليك وعلى طبعا كل يا حبايبك، كابتن. كل سنة وأنت طيب ومنور الدنيا كلها. وخليني ابتدي الحقيقه، يمكن كنا لسه شايفين تقرير على ماتش سان داونز، وانا كنت بتكلم انا وساره ان واحده من المواجهات يمكن تكون المواجهه الاهم في المرحله اللي جايه للنادي الاهلي. الاختلاف الوحيد اللي بشوفه انه بيصب في مصلحه النادي الاهلي هو بيتسو موسيماني، لانه كان المدرب السابق لسان داونز، فبالتاكيد درايته ومعرفته بقدرات الفرقه ولاعبتها هتبقى في مصلحه النادي الاهلي. بتشوف الماتش ازاي وفرص النادي الاهلي فيها يا كابتن احمد؟ اكيد فرص كبيره، وخصوصا ان انت كنادي اهلي، بغض النظر عن مستر موسيماني ان هو كان المدير الفني السابق، ده بيرجح كفه. انا بشوف ان ده من اكتر الحاجات اللي بترجح كفه النادي الاهلي، لان هو على درايه كامله زي ما حضرتك بتقول بنقط الضعف ونقط القوه في فرقه سان داونز، وخصوصا ان اللعيبه دي كلها، يعني فريق سان داونز على مدار السنين ما بيغيرش، ما بيعملش روتيشن في لعيبه كتير، فاغلبيه اللعيبه اللي موجوده دي مستر موسيماني كان بيمرنها. لكن اللي بيرجح كفه النادي الاهلي اكبر ان انت فريق عنده شخصيه، فريق عنده شخصيه البطل، فريق محقق البطوله، وبتملك شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي هو اللعب على البطوله، وانا بعكس كل من اللي الناس شايفاه ان النادي الاهلي وهيبقى متاثر بالهزيمه بتاعت قبل كده، لكن انا بشوف ان اللعيبه عندها شخصيه البطوله. لينا افضليه حتى في المباراه الاخيره مع سان داونز، النسخه الاخيره البطوله اللي احنا كسبناها، الأخيرة اللي كسبناها كانت على حساب، كانت يعني اكبر دليل ان الناس، لا اللعيبه بترد، ان الجهاز بيرد، على عكس الناس ما بتقول. لكن اللي بيرجح كفه النادي الاهلي حاجات كتير جدا، من ضمنها ان انت فريق محقق البطوله، عندك شخصيه البطل دلوقتي في احسن حالاتك فنيا وبدنيا، برغم ضغط المباريات اللي على فريق النادي الاهلي، لكن عمليه الروتيشن اللي بتحصل في التشكيل اللي بيلعب بيه مستر موسيماني ده ان شاء الله يرجح كفه النادي الاهلي ان شاء الله.